في الكون، ملامح النهج القرآني في معالجة معضلة إله الفجوات. ننتقل إلى محور وورقة طلابية عن أثر الحداثة والعلمنة على التدين والفكر الديني، يقدمها الطالب من تخصص الهندسة المدنية محمود أبو عادل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بداية بشكر المنظمين والدكتور محمد الخطيب على الاستضافة. عنوان الورقة راح أقدمها هي أثر التنوير والحداثة على أنماط التدين. بنلاحظ أن الاسم مركب، وبالتالي بالتالي هو يعني للوهلة الأولى قد يبدو للكثير أنه إيش يعني تنوير، إيش يعني حداثة، إيش يعني أنماط تدين. هو عادة في منهج علمي سليم لتناول الأوراق بهذه الطريقة. الشق الأول أني أتناول المفاهيم، والشق الثاني أني أعود للوصل، يعني أول شيء أعرف الحداثة وأعرف التنوير وأعرف أنماط التدين، ثم أعود لأقول ما هو أثر الحداثة والتنوير على أنماط التدين. مع 20 دقيقة تقريبا فأنا ارتأيت أنه ما أعرف بهذه الطريقة وأتخذ منحة ثاني في التعريف من خلال أمثلة عملية يمكن صارت معي ويمكن بتصير مع الجميع، تعطي دلالة ما أريد أن أقوله، ما هو أثر الحداثة والتنوير على أنماط التدين. خلال السنوات الماضية في الجامعة قدمت عدد من الأوراق، واحدة بفلسفة العلم والأخرى أيضا فلسفة العلم، واحدة حول النقد العلموية والآخر حول الوعي. وإذا بتسمحوا لي أحكي بالعام، يعني قابل أحد الأصدقاء قابلته قبل ما أقوم بإلقاء هاي الورقة، وحكى لي إني أنا شفت إعلانك، إعلان للورقة راح تقدمها. فبحكي له تمام جاي، بحكي له أنا كثير حابة أجي وإلى آخره، بس بحكي لي راح تعمل زي السنة الماضية، تبدأ المحاضرة بتقديم زي الشيوخ بالبسملة والصلاة على النبي. فأنا ما مش زعلان، يعني كلمة شيخ كلمة حلوة، هو كبير القوم، بس مع هيك أنا استغربت إنه هو الشاب المناسب، يعني طبيعي صديقي ومسلم وغير منتمي لأي حزب أو إيديولوجيا. يعني هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين، عندنا بالهندسة مثلا لما نقدم البرزنتيشنات بالعادة، وكثير ناس يعني الموضوع هو موضوع هندسي، لكن حينما يبدأ مثلا يخشى إنه حتى أحد الأصدقاء يعني ذكر هذا الشيء، يخشى إنه يبدأ بالبسملة، خوف إنه الموضوع مش ديني يعني. هذا مثال رقم اثنين. مثال رقم ثلاثة ممكن أضربه وهلأ برجع بشمل بينهم إنه شو اللي بيصير. يعني عادة إذا بترد على التلفون أنا برد ما عندي شكل لا واعي محدد يعني للرد، فمرات برد السلام عليكم، مرات برد ألو مرحبا، يعني حسب كيف الظرف. بلاحظ بعد فترة إنه إذا برد السلام عليكم الطرف الثاني هيك بنكمش وبنشد وعلى حاله هيك، وإذا بحكي ألو مرحبا بيكون الحكي منشكح وإلى آخره. هذا الشيء حتى بحصل بداخل المحلات بالمناسبة، إذا بتدخل على بداخل السوق يعني. الآن ما هي الجامع المشترك بين جميع هذه القصص؟ الذي أريد أن أقوله أن هناك عندنا واحد مسلم غير مؤدلج، غير متحزب، غير منتمي لا لحزب اشتراكي ولا شيوعي ولا الليبرالي، ولا حتى أيضا يدرك مفاهيم الليبرالية أو الشيوعية، يعني فهو مسلم طبيعي. اثنين، هذا المسلم الدين عنده مهم ومقدس، ويعتبر أنه الدين مهم حضوره في حياته، وهو يذهب إلى المسجد يوم الجمعة بشكل طبيعي يعني. وبالعكس ممكن تلاقيه منزل على الفيسبوك رايح لابس دشداشة ورايح مع العيلة، وبعد الصلاة يكتب بوست كيف أنه المسجد له روحانية وإلى آخره. لكن هنا النقطة الرئيسية والجوهرية أنه حضور الدين في حياته لا يعدو المسجد، يعني لا يتعدى باب المسجد، بمعنى أنه الدين بالنسبة إلى الدين وظيفي في أداء الصلاة. نقطة ثلاث حول هذا النوع يعني اللي بحاول أذكره، إنه متحسس من الألفاظ الدينية. يعني إذا بتحكي له أنت شيخ ممكن يزعل، إذا 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 ببين عليه مظاهر دينية ممكن يزعل يعني، فهو يحاول أن يخفيها رغم إنه مسلم طبيعي يعني. بالمناسبة هذا الشيء ممكن نفهمه حتى على مستوى الإذاعات لملاك مسلمين، إذاعات راديو، لكن مثلا ما بحط أذان مثلا لأنه ما بده يصنف إنه هو متدين. وغريب هون أنا السؤال، هون السؤال بالذات إنه كيف يعني أساسيات الدين تصبح كماليات للتدين؟ يعني لا يريد أن يفعلها، لا يريد أن يسلم مثلا، لا يريد أن يبسمل أو يصلي على النبي لكي لا يعتبر متدين، يعني هو نفسه يؤمن بالدين. وهذا بداهة يعني، هاي يعني مش لا تكون متدين إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أعتقد أن الكلمة المفتاحية في فهم كل هذه الأنماط هي كلمة العلمنة.
هذا العلم اللي تشمل طبعا بالطبيعة هي الحداثة والتنوير باعتبار لها سياقات ثقافية وتاريخية. أنا لم أعرف الحداثة والتنوير لأنه مضطر أني أستعرض حركة التاريخ ومضطر أستعرض الحركة الأدبية والمعمارية وإلى آخره. فإذا فهمت يعني تم فهم ما أقوله حول هذه الأنماط أو الذي يشترك بينها، فالكلمة المفتاحية هي العلمانية. العلمانية تختلف عن العلمانية، حيث أن العلمانية حزب إيديولوجي له ممارسات سياسية ويدعو إلى فصل أي مرجعية دينية على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي، بحيث أنه ما نرجع بنظمنا السياسية أو الاقتصادية للدين، وهذا شيء مفهوم وهي رؤية مغلقة. وبالمناسبة منظروا العلمانية يعتبروا العلمانية خطر عليهم، يعني يعتبر العلمانية نموذج مغلق للكون، وهم ضد أي نموذج مغلق للكون. نظرية العلمانية باختصار هي، إذا أردنا أن أعرفها، هي إعادة تعريف للواقع والوجود الإنساني بإزاحة المقدس أو الحضور الإلهي عن حياتنا. يعني بمعنى أن المسلم قد يكون معلماً وهو مسلم، يعني هذا ليس حكم بالكفر أو الإيمان، هو مسلم طبيعي، لكن عنده رؤية معلماً اتجاه الوجود، بمعنى أنه لا يستحضر الله في حياته، بمعنى أن الله لا يؤثر على نمط حياته اليومية، والله حاضر فقط عنده في المسجد أو في الصلاة، ولكن لا يتعدى ذلك، بمعنى هو لا يحدد له نمط حياته اليومي. يعني الله عنده مسألة بهذه الطريقة. يعني إذا تم فهم هاي النقطة، طبعاً هاي بالمناسبة نظريات العلمانية نظريات متعددة، لكن أهمها ممكن نحكي نظرية الأخيرة اللي هي نظرية لوكمان، توماس لوكمان، الدين غير المرئي. كانت نظريات العلمانية في البداية بتتصور الآتي، إنه القديم هو الدين، القديم هو الدين، والقادم هو اللا دين، القديم هو الخرافة والقادم هو الحقيقة واليقين، بعيدا عن الدين والتفسيرات الدينية. أن وبهذا الشكل، يعني أننا نتجه باتجاه التاريخ والحركة التاريخية تتجه باتجاه اللا دين والتخلص من الأديان، وبالتالي الحرية المطلقة وإحكام القبضة على الوجود. نظرية توماس لوكمان لا، يقول إنه الدين سوف يتم خصخصته، ويسماه بالدين الغير مرئي، أن الدين سوف يتم حصره في نطاقات خاصة هي المسجد. الآن أنا أريد أن أعطي ثلاث تطبيقات رئيسية سريعا على هذه المسألة نراها اليوم إحنا بالواقع. أول نموذج عندي التدين الفردي، وهو الصعود لأنماط التدين الفردي. أول نموذج هو التدين الفردي، وهو صعود تدين منتزع من الأحزاب، يعني تدين غير تنظيمي، تدين لا يؤمن بالتنظيمات ولا الأحزاب، تدين غير متمذهب لا يتخذ أي مذهب، تدين انتقائي بمعنى أنه بأخذ من الدين ما يناسبه وما يوائم حياته وما يحل إشكالاته فقط. يعني وهذا التدين الفردي هو ناتج بالمناسبة ليس في الإسلام، يعني عند المسلمين فقط، هو موجود بالدرجة الأولى عند المسيحية نتيجة نزعة فردانية ونسبوية أخلاقية، بحيث أنه ليس هناك صواب أو خطأ، ولا أستطيع أني أجبر الآخر على آرائي ولا على أخلاقياتي، وبالتالي كل شخص يعني يتبنى الآراء التي يراها مناسبة، وبالمناسبة في نقد يعني اتجاه موضوع النسبوية الأخلاقية إلى آخره. ثاني نموذج عندنا إياه هو إسلام السوق، طرحه الباحث السويسري باتريك هايني. مناسب باتريك عاش مع المسلمين تقريبا يعني فترة طويلة، عاش في تركيا، عاش في مصر، عاش في إندونيسيا. لاحظ أنه أنماط التدين الحديثة تم ابتلاعها بثقافة السوق. أي أنا إيش ثقافة السوق؟ يعني سياسة العرض والطلب، التنازل عن السرديات الكبرى، هذا الإسلام السوق على مستوى النخب، على مستوى التنظيمات وعلى مستوى الأفراد. يعني بمعنى هو صار الدين زي السلعة يقدم حسب مقاس الزبون. يعني أنت إيش بدك الدين؟ أنت بتحب مثلاً الحرية؟ إحنا عندنا حرية، بنعطيك حرية عادي، يعني ما في مشكلة. بهذه الطريقة يعني يتم تقديم الدين باعتباره سلعة، متنازلين عن سردياته وثوابته وإلى آخره. بالنسبة لهذا النمط من بالنسبة لإسلام السوق، أردت أن أقول يعني أنه حط له ملامح عديدة، منها الزي الإسلامي الحديث، النشيد الإسلامي الحديث. يعني باتريك يصنف أنه ما الذي يجري، يعطي أنماط على إسلام السوق. يعني يلاحظ مثلا انه النشيد الاسلامي يتحول باتجاه السوق، يعني بنشوف اغاني مثلا نشيد حمزه نمره، وبنشوف انه في تحول في طبيعه الانشوده الاسلاميه ولا. لكن انا اهم مثلين بدي اطرحهم، مثلين واحد الدعاة جدد يسميهم، واثنين هما عباره عن اسلام المانجمنت. يعني الدعاة جدد طبعا النموذج اللي بضربه بالدرجه الاولى هو عمرو خالد. ماذا ما هي صفه الدعاة جدد؟ يعني لحية حليقة، يعني ما في لحية ممتدة وإلى آخره، أواعي سبور، يعني الكلام عن الدين الإنساني والحب وإلى آخره،
تماما. هو ليس بالضرورة دارس شريعة، يعني هذا رجل الدعاء جدد ليس بالضرورة متخصص في الشريعة، وإنما المهم أنه يقدم كلام يناسب الناس. وأضرب أيضا عبد الله جمستيار يعني كمثال آخر. اثنين، هو مفهوم إسلام المانجمنت، إنه الإسلام صار في عنا عرض للإسلام على طريقة المانجمنت. أبرز الأمثلة طارق السويدان، إنه الرسول كان إداري ورجل أعمال ورجل اقتصاد وإلى آخره، وهذا حسب باتر كاني. أنا لا أتحدث هنا عن الحكم، يعني هل هذا الشيء صحيح أم خاطئ، أنا أوصف ظاهرة ما كانت من قبل. يعني هذا أريد جدا مهم إنه نفصل بين هل هو هذا الشيء صحيح أم خطأ، أم أنا أصف ظاهرة لم تكن من قبل وتأثرت بثقافة السوء. النموذج الثالث عندي هو تقارير مركز راند. وراند بالمناسبة هي بتخلي مشكلة. راند هي مؤسسة أمريكية بحثية تعتمد حتى المؤسسة العسكرية على قرارات، يعني هي تقدم أبحاث حول الشرق الأوسط وتقدمها لمراكز صناعة القرار. بالمناسبة ميزانيتها تصل سنوياً ل 150 مليون دولار. يعني قدمت نموذجين بحثيين. أنا هنا أعتقد يعني لماذا ضربت هذا المثال، لأنه أقول أن هناك عملية علمنة أيضا مقصودة. إذا كان النموذجين الأولين اللي هم إسلام السوق والتدين الفردي عملية غير واعية، فإن عملية مركز أو تقارير مركز راند تشير إلى غير ذلك. أخذ مثالين هون، هم تقرير سنة 2003 اللي هي بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي، واثنين بناء شبكات الاعتدال الإسلامي، وتم ترجمتهم حديثا يعني معناهم قديما نشروا. بناء شبكات الاعتدال الإسلامي بال 2007. باختصار، الإسلام المدني الديمقراطي هي شيرل بينارد، هي يهودية الأصول ومتزوجة زاد خان، نظرت إلى الشرق الأوسط والإسلامي وصنفت أنماط التدين إلى أصوليون، إلى تقليديين، إلى محافظين، إلى ليبراليين، إلى حداثيين، إلى آخره. وصارت طب شو أي أساس هي بتصنف؟ هي بتسأل مجموعة أسئلة. ما رأيك بتطبيق الشريعة؟ هل تجد تطبيق الشريعة مناسب اليوم؟ ما رأيك بمسألة الحدود؟ ما رأيك بمسألة الاختلاط بين الجنسين؟ ما رأيك بمسألة الديمقراطية؟ وبناء على إجابتك يتم تصنيفك، أنت أصولي تقليدي، أصولي متحرر، حداثي، ليبرالي، إلى آخره. هذا التقرير في البداية ويخلص بالمناسبة يخلص إلى استراتيجيات مقترحة يعني عجيبة. من أهمها أنه يجب أن ندعم ليس العلمانيين، لأنها تعتبر أنه ممكن العلمانيين المتطرفين ينقلبوا عليهم أيضاً للدرامكية. تعتبر أنه أفضل حلف لهم هو الإسلام الحداثي. الإسلام الحداثي بالمناسبة لمن لا يعرف، هو يتبنى مقولات تاريخانية النص القرآني، أن القرآن ليس إلا نص تاريخي، أنه الوحي والرسول باعتباره ظاهرة بشرية قابلة وتخضع للتحليل النفسي، وعدد من التكييف الاجتماعي الإسلام وإلى آخره. يعني مسائل أنه تنزع المقدس عن القرآن وعن الرسول. الاستراتيجيات المقترحة منها واحد، حروب الحديث، أنه يجب أن نؤجج حروب الحديث في الشرق الأوسط باعتبار أنه الحديث هو ما يعني في بعض النصوص في القرآن متسامحة يعني أو ألطف من الحديث، لأن الحديث يعتبر التطبيق العملي وبالتالي، ولكن نصوص القرآن قابلة للتأويل. لذلك هي حتى تقترح، يعني شوف شيرل بينارد تقترح منهجية لنقد صحيح البخاري، إنه كيف لحق، وهي معروفة يعني فيما بعد شبه صارت، إنه كيف استطاع خلال فترة عمر البخاري جمع هذه الأحاديث. تنين مثلاً مسألة الحجاب أيضاً تقترحها كاستراتيجية مقترحة بأن لا يتم الاعتراف بها حتى في الداخل الأمريكي باعتبارها مسألة هوية. وثلاث تمام هلا شاء الله. وثلاث أخيراً أو بس يعني موضوع الحجاب. اثنين، لاحظ في 2007 تغيرت السياسة، صار العنوان هو بناء شبكات الاعتدال الإسلامي. صار تحكي إنه إحنا لا يكفي إن نبحث على حلفاء داخل الشرق الأوسط، نحن سنخلق ونبني شبكات الاعتدال الإسلامي، شبكات تسمى بالإسلام المتصوف الليبرالي، وهو إسلام متصالح مع الغرب ومع الديمقراطية ومع الحداثة ومع عدم تطبيق الشريعة وإلى آخره، وطبعاً تعرف المعتدل الأمريكي. من عمل طبعاً أنا أرى أنه يعني في حلول مقترحة باختصار، وأولاً حسب الدكتورة هبة رؤوف عزت، دكتورة في الفلسفة السياسية في مصر، تقول يعني أهم شيء هو الوعي بالأمر تماماً، وهذا كأي حالة مرضية، أن تعي المرض هو أول طريق للحل، يعني أن تشخصه تماماً هو أول طريق لإدراك حالة أو لتحديد العلاج. ثانياً أنا أرى أنه في عديد من المبادئ داخل الإسلام تعمل على مقاومة العلمني، وأصلاً تحمي يعني الإسلام بنيته يحمي نفسه من العلمني، لكن إذا تم فعلاً يعني تقديم هذه القيم الأساسية
منها مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها العبادات فعل متعدي. فالعبادات بالفكر الإسلامي هو فعل متعدي، يعني له ما بعده، بمعنى الصلاة حسب هذه يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يترتب عليها فعل في الواقع. نفس الشيء الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيام يعني طعامه وشرابه. فالأفعال متعدية في الإسلام، وحديث المفلس طبعا الذي لا يفصل بين المجال الخاص والعام، والذكر والأذكار طوال اليوم والصلاة وإلى آخره، بالإضافة لبعض الاستراتيجيات. أخيرا أقترح، هو يقترح الدكتور أو الفيلسوف الإندونيسي السيد محمد نقيب العطاس، يعني علامة في إندونيسيا الآن، يعني هو يشغل كرسي الإمام الغزالي في المعهد العالمي العالي للفكر الإسلامي، له كتاب بعنوان الأسلمة والعلمنة، يعني يقترح الأسلمة في كمشروع مقاوم أو مشروع الأصح ومقابل للعلمنة، وليس الأسلمة السطحية، يعني هي مفهوم فلسفي في إعادة تعريف الوجود من مطلقات إسلامية. الكتاب مترجم بعنوان مداخلات فلسفية بين الإسلام والعلمانية. أعطيكم العافية وشكرا. بالبداية شكر للطالب محمود أبو عادي على ما قدمه من آثار العلمنة وآثارها على الدين.